بخير، نتمنى نلقاكم دائما بألف خير. اليوم غادي تشوفوا معايا واحد الكوموند ديال زليجة او الخامة. غادي تشوفوها معايا عند واحد الحلوية اللي هي محترفة واللي تتوجد كميات كبيرة منها. ما غاديش نطول عليكم وغادي نمشي نشوفوا الطريقة والمقادير، وغادي ان شاء الله في اخر فيديو تشوفوا معايا حتى الثمن ديالها. اذا البنات، هنا عندنا واحد 2 كيلو ديال كاوكاو تيطحنوه في الفران بالقشره ديالهم. بغيتو ديروا البلدي او الرومي تيبقى لكم الاختيار. ومثلا من تنطحنوه ما تنطحنوش بزاف، يعني خاصو يبقى مفرشش شويه تيبانوا فيه القطيعات كيف تتشوفوا معايا. دابا غادي نزيدو واحد 3 معالق صغار ديال القرفة، من الأحسن غابلوهم بصفاية. دابا كيف تتشوف معايا غادي نزيدو العسل. العسل عندنا فيه حنايا 900 غرام. المهم غادي نخلطو بيه، نقدرو نقصو نقدرو نزيدو على حسب الخليط. صافي، دابا تتخلطو مزيان كيف تتشوفو. المهم خليتها تطلق هذاك العجين ديال الكاوكاو والعسل مزيان، وهناك تتشوفو راه كاين واحد باماغي ديال الشكلاط، الشكلاط الاسود كيف تشوفوا. بالنسبه للكاوكاو القوام ديالو تيكون على هذا الشكل، يعني واخا نفرتت ان فوا نعملوا ليه بحال هكا يعني تيتجمع، ومازال غنسرحوه في الطاوه مزيان حتى يتجمع مزيان. دابا هنايا وجدت واحد الطاوه كتشوفوا، دارت ليها بابي سيلفيريزي، طاوه كبيره لقاش عندنا 2 كيلو. في الاول كيف تشوفوا تنبداو نضغطوا بالكف ديال يدينا. دابا تنبداو نقادو بالمدلك باش ما تيجيناش، تيجينا يعني سطح مستوي ماشي بلاصه طالعه وبلاصه نازله، باش تجي مقاده مزيان. بالنسبه للجوانب مع ما تيوصلش ليهم المدلك، هادشي علاش تاخذوا ملعقه وتتبداو تضغطوا على الجنيبات كاملين. صافي كيف تشوفوا الطاوله الاولى سالاتها، والخليط اللي بقى ليها غادي تعملوا يعني بنفس الشيء في طاوله اخرى وانتم معنا. دابا خدات الشوكولات اللي كان داب باماغي شوكولا يعني سوداء، تتعملها على السطح ديال الكاوكاو كامل. الطريقه اللي تتشوفوا الحلويه تقوم بها دابا تتساعدها باش الشوكولات تيتقاد مزيان وتيولي بحال المرايه. خلينا الشوكولات الكحل يبرد، ودابا خدينا الشوكولات الابيض غادي نذوبو حتى هو بالماء. بعد ما تيبرد الشوكولات ناخدو شي بلاستيك بحال هكا و تنقلبو باش نعاودو نديرو الشوكولات الفوق.
دابا مباشره ما من عملنا الشوكولات الاسود يعني قبل ما يبرد تنعملوا خطوط بالشوكولا البيضاء بحال زيكزاك بحال هكذا. دابا تاخذوا شي كوردون ولا سكين وتتعملوا خطوط بحال هكذا وتترجعوا تديروا خط يعني معاكس للخط الاول باش يعطينا هذا الشكل بحال ميلفوي. واحد نصيحة، إلا مشتا يعني بغيتوا تعملوا هاد الخطوط وكان الشوكولات يعني برد، من الأحسن ما تعملوهمش لأن ما يصدقوش لكم. سخنوا الفران ديالكم واحد شوية ودخلوا غير الطاوة غير واحد شوية جهد ما تحسوا بالشوكولات داب، يعني خاصكم توقفوا عليها وتخرجوه عاد تقوموا بهاد العملية. دابا غادي ندوزو التقطاع، وكيف تعرفوا كوموند خاص يعني الحبة ديال الزليجة أو الخامة تكون في نفس القياس. هادشي علاش باش تساعدوا يعني أريوسكم تتاخدوا واحد ورق مقوى أو كارتون اللي كان تتاخدوه وتتقطعوه تقريبا عندنا هنايا شي 2 سنتيم في العرض صافي، وتبداو تعبروا بحال هكذا باش يجيكم يعني هادوك الحبات قياس واحد. وبالنسبة للتقطع يمكن لكم تعملوا يعني مربعات او معينات، كل واحد وشنو باغي يقطع. من بعد ما سالت التقطع ديال الرخامة كلها هكذا على شكل طولي تتبدأ تاخذ بواحد بواحد وتقطع على شكل معين كيف تشوفوا. ومن الاحسن يعني تخلوا رخامة او زليجة تبرد على خطرها، يعني ماشي تدخلوها الثلاجه ولا شي حاجه، تبرد على خطرها. دي واحد شي هكا شي صرجام ولا شي حاجه وتدخلوها تبرد، عاد من بعد تبدا تقطعوها. ومن الاحسن يكون سكين يعني حاد ولا عندكم هذاك الكوتور حتى هو تيقطع مزيان. صافي البنات وصلنا اخر الفيديو، كيف تشوفوا الحلويه من بعد ما سالات تتعمل رخامه او زليجه في لي بواط ديال البلاستيك لانها غادي تصيفطها عند كوموند. بالنسبه للثمن فهي يعني تتعمل كيلو ديال هاد الرخامه او زليجه ب 80 درهم، والمنظر ديالها هائل وتجي لذيذه بزاف بزاف. إذا البنات إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والدعم القناة باش يوصلكم كل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.